حق المسلم على المسلم إذا مرض لابد أن يزار. دا يو مسلمان فبل مسلمان ماني حق داده چه كلا مريض شي دا غير تبوس لبزي. نعم لكن يأتي في وقت السيارة لا يأتي مثلا في وقت متأخر چه رازي نو دا مناسب زيارت وقت كبه رازي دا سي روس تو نا وقت تيم كبه ولا نزي او وقت زيارة الأهل او يا دا سي وقت كي چه دا غير أهل وخبلوان غير زيارة لورزي اغا تيم كبه نورزي او وقت تناول الدواء او يا دا دوائي خراك وقت كي وعندما يأتي لا يطيل البقاء عند المريض کله چې د مریض بیمار پرسه راسوک لاړ شي نو هغه سره ډیر وخت نه تیری يدخل على المريض يسلم عليه ويقول لا باس طهور ان شاء الله چې کله بیمار لا ورشي او هغه سره التدن شي نو سلام دې په واچي او دا دعا دې وایي چې لا باس طهور ان شاء الله لا يقنت المريض من رحمه الله يعني لا يذكر عنده الموت او ان هذا المرض لا شفاء منه مریض بعد الله در رحمت نه نه امید کوي دا په مخ کې د مرګ ذکر بنه کوي دا بنه و چې تا ته شفا نه حاصلېږي نعم فاذا ظهر على هذا المريض علامات الموت يلقن لا اله الا الله كچر د مریض باندې د مرګ علامات راخکاره شو نو پکار د چاغتا د کلمه شهادت تلقینو کی نعم واذا تحقق موت هذا تغمض عيني او چکر پورا مطمئن شو چاغه وفات شو د هغه سترګې په پټولش ويشد لحيي حتى يعني هو يرتخي لحيي فيشد لحيي بمغوته مثلا او دا غي زنه چې کم دی هغه به تړل کیږي وتلين المفاصل او لاسونه کچرتا بند او هغه کلاویږي کلاو بشي ولا بد ان يغسل كما يغسل الحي او دا چې غسل به ورکول کیږي لکه څنګه چې ژوندۍ لا ورکي لكن لا تكشف عورة الميت لیکن دا غي عورت چې کم دی هغه به نخکاره کوي الرجال يغسل الرجال سړي به سړو له غسل ورکي والنساء يغسل النساء خذله به خذي غسل ورکي نعم وبعد هذا يكفن دین رستو با کفن ور کول کی ثم يقدم الى المسجد بیا با مسجد توڑل کیگی ويصلي عليه الامام او امام با باغی باندې مونز کی جنازه مونز يقف الامام عند راس الرجل امام با سڑی سر تو ودریگی وفي وسط المرأة دخذ منز تو ودریگی يكبر تكبيرة الاحرام الله اكبر تكبيرة تحريم بوا يا الله اكبر يستعيذ يبسمل اعوذ بالله وبسم الله بوي يقرأ الفاتحة فاتحة بوي يؤمن آمين بوي ثم يكبر الله أكبر بيا بتكبيرك يا الله أكبر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن درود إبراهيمي هو يكبر الله أكبر بيا بل تكبيرك ثم يدعو للميت بيا مريت دعاوك والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهتر هذا كم دعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت دي هذا دعاء قالوك ثم يكبر التكبير الرابع الله أكبر بيا بسلورم تكبيرك يا الله أكبر نعم ثم يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بيا بعد خي طرف تا يو سلام وغرزي أو كدو غرزي هم كوليشي ثم يؤخذ إلى القبر بيا بقبر تا يوڑل شي بعد أن يدفن روس تا جكرا دفن كليشي نستقبل القبلة وندعو له بالثبات قبلة تا ومخكو وغيت استقامت دفار ودعاكو أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات والله أعلم الله رب العالمين نذزان وضطور دفار استقامت دعاك والله تعالى أعلم